في بقلبه صور إعلامي على الصعيد الإعلامي. فرجينا الصور على الكاميرا. عندنا صورة جيسيكا عزار مقلوبة، ديما صادق، مارسيل غانم، بيير رباط، بدك تقلبها هشام بالعرض، بيير رباط، عادل كرم، وبس. صورة مين بتخزق على الهواء؟ مارسيل غانم. ليه مارسيل غانم؟ ما بحبه. لأنه عندي شكوك بنواياه الإعلامية، وعندي شكوك بارتباطاته الإعلامية، وبعتبر عنده أجندة خاصة. لا، بعتبر إنه يعني حتى مثلاً باستضافته يعني ما بحب الخبص الإعلامي. يعني اليوم أنا إذا أنا بتفق أنا وياك بقول لك مثلاً ما تجيب لي سيرة مرتي على الهواء، أو ما تجيب لي سيرة ولادي على الهواء، أو ما تجيب لي سيرة